ارتفاع مستمر في غلاء المعيشة في البلاد تفاقمه الأزمة السياسية وغياب الاستقرار السياسي، وبعد موجة من غلاء الأسعار بمختلف المجالات الحياتية تعلن شركة نوفا ارتفاعا إضافيا في أسعار منتجات الحليب. يأتي ذلك مع ترجيحات بقفزة في أسعار الوقود خلال هذا الأسبوع، ما يؤثر سلبا في الشرائح المتوسطة والمستضعفة في البلاد ومن بينهم المجتمع العربي. للحديث عن هذه أسباب غلاء المعيشة والتضخم ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور وائل كريم. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. إذن يعني شركة نوفا وهي أكبر شركة منتجة لمنتجات الحليب، ولا يوجد أيضا هناك شركة بديلة لما تنتجه هذه الشركة بعد أن سيطرت على الكثير من محلات إنتاج الحليب، ويعني كل هذه الشركات ترفع أسعارها ويتضرر المواطن. يعني بداية حدثنا، ما السبب الذي تتذرع بسببه نوفا لرفع أسعارها؟ يعني نوفا اولا، يعني هذا الموضوع موضوع الاحتكار في السوق الاسرائيلي تحدثنا عنه كثيرا، بان هناك الكثير من الشركات الاسرائيليه التي محتكره لقسم كبير من المنتجات وعلى راسها نوفا وشركات اخرى. وللاسف الشديد بان نوفا تتذرع دائما بان هناك ارتفاع في اسعار المواد الخام، والتي متعلقه ايضا بما يجري على مستوى العالم. يعني هناك الكثير من الامور التي فعلا ارتفعت، ولكن السؤال المهم في هذا الموضوع هي نقطه الانطلاق. نحن بدانا من نقطه الانطلاق فيها اسعار الالبان والاجبان في اسرائيل هي من اعلى المستويات في العالم على مستوى اسعارها، ولذلك كان لابد من ان نتحدث عن ارجاع الاساس وهو الاسعار الاساسيه قبل الارتفاع. وللأسف كون هذه الشركة مسيطرة على أكثر من 53% من السوق، سوق الألبان والأجبان في إسرائيل، هي إلى حد معين تفعل ما تريد. هذا أولا. ثانيا، المنتجات التي هي تحت الرقابة الحكومية هي منتجات محدودة، وهي ليست كل المنتجات التي تنتج من قبل هذه الشركة، ولذلك هي تسمح لنفسها على المنتجات التي لا تخضع للرقابة الحكومية بأن ترفعها متى تشاء. وهذه هي مشكلة تحدثنا عنها سابقا، ويجب أن يكون هناك يعني معالجة لهذا الموضوع على مسارين. المسار الأول، رأينا أن شوبرسال حاولت بشكل أو بآخر أن تقاطع المنتجات، ولكن سوف لن تستطيع الصمود، ولكنها أيضا لا تزال تستقبل من شركة نوفا المنتجات بشكل يومي. يعني هي تقول شيء على صعيد التصريحات وتعمل شيء آخر على صعيد العملي. نعم صحيح، هي تتذرع بانه يعني هي تشتري من نوفا المنتجات التي هي تخضع للرقابه والتي لم ترتفع، ولكن انا اعتقد بانه هذا الموضوع هو مؤقت فقط، كون لا يوجد هناك تحرك حكومي في هذا المجال. يعني نرى ان الحكومه، ولا يبدو ان الحكومه يعني لديها الوقت، لا يوجد هناك حكومه ثابته تستطيع ان تتخذ قرارات. ولكن يعني راينا حتى الحكومه السابقه لم تقم ب عملية رقابة واضحة للكثير من المنتجات، ولم يعني تمنع نوفا قررت هذا الرفع في الأسعار قبل عدة أسابيع، وقالت بأنها سوف تقوم برفع أسعار قسم من المنتجات التي لا تخضع للرقابة الحكومية. والسؤال الذي يطرح الآن، هل الحكومة المقبلة، وطبعا تعلمين بأن سموتريتش كما يبدو سوف يكون وزير المالية، وهل سوف يكون لسموتريتش الرأس مالي المتهور قرارات عينية للحد من سيطرة الشركات الكبرى؟ هذا شيء مستبعد كثيرا. يعني الآن الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي مسيطر عليه سيطرة كاملة من قبل رأس ماليين، على رأسهم بيبي نتنياهو وسموتريتش، وبالتالي نحن لا نعول على هذه الحكومة أنها سوف تتخذ قرارات عينية واضحة في محاربة غلاء الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات المحتكرة من قبل الشركات الكبرى. طيب، في المجتمع اليهودي قلنا بأن شوفرسال كانت قد حاولت بأن لا تستقبل المنتجات وأن لا ترفع الأسعار وأن تواجه شركة نوفا، ولكن في المجتمع العربي هل ترى بأن المواطن العربي يعني لديه خبرة ووعي في كل هذه الارتفاعات، أم أنه يتقبلها يعني وكأنه لا في يده أي شيء؟ المشكلة، نحن العرب نعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى أن إسرائيل حاولت واستطاعت للأسف على مرور السنوات الماضية أن تشل شركاتنا الخاصة للإنتاج،
أن تخرج العرب من الإنتاج الزراعي ككل، وطبعا من موضوع الألبان والأجبان، نحن على رأس من كان ينتج. ينتج هذه المنتجات، ولكن عندما سيطرت نوبة على السوق، يعني تخيلي أن في الماضي نوبة هي التي كانت تعطي التراخيص لمن يسمح له بتربية الأغنام وتربية الأبقار وما إلى ذلك، وهي شركة المحتكرة من ناحية، هي التي كانت مسيطرة عليها من قبل الكبتسات والمشابهين، وبعد ذلك طبعا بيعت الشركة لأيدي خاصة، والعرب خرجوا من هذا السوق بشكل كامل لأنهم لم يستطيعوا مطلقا أن يحصلوا على تراخيص في الإنتاج، ولذلك نحن نعاني من مشكلة. فهذه سياسة ممنهجة لإخراجهم من هذا العالم. هذا لا يخفى على أحد، يعني هذا موضوع كان معروف في السابق، وللأسف لم ينتبه إليه الكثير من القادة العرب بمحاولة الضغط على الحكومات السابقة بأن تسمح للعرب بالاعتماد على نفسهم في الإنتاج، وخاصة في المواد الزراعية والألبان والأجبان، حتى في الأمور الزراعية. يعني انظري نوبة أيضا يعني لها باع كبير في موضوع الخضروات والفواكه وما إلى ذلك، ونحن العرب القليل من الأراضي التي بقيت لدينا لم نستطع أن يعني أن نستعملها وأن ننتج فيها ما يكفي كي يستطيع أن يسد رمق المجتمع العربي، لذلك نحن نعاني أيضا من موضوع الإنتاج، وأيضا نعاني من مشكلة أخرى أنه ليس أمامنا بديل على مستوى الاستهلاك، يعني المواطن العربي لا يستطيع أن يقاطع هذه المنتجات، كون هذه المنتجات هي منتجات أساسية لحياة الإنسان، ولذلك هو يعاني مرتين، وللأسف لم يكن لهذا الموضوع معالجة جدية من قبل طبعا الخطط الأخيرة التي تحدثوا عنها، مطلقا لم تتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع يبحث عن استقلالية أساسية في الأمور الأساسية، يعني في المنتجات الغذائية وما إلى ذلك، وهذا الأمر أدى بالتالي إلى تبعية كاملة للمجتمع العربي بما يجري على مستوى المنتجين اليهود الكبار، ولذلك هو يدفع ثمن مرتين وليس أمامه الآن ما يفعله، لذلك المطالبة الآن هي بتغيير المفاهيم على مستوى إعطاء التراخيص للمزارعين العرب، أولاً لاستغلال أراضيهم أو ما تبقى من أراضيهم، ومن ناحية أخرى فتح المجال للإنتاج المحلي. الإنتاج المحلي فيه مشكلة، كان مقتصر على الكيبوتسات والمشابهين والمراكز السكانية اليهودية، والعرب لم يدخلوا في هذا المجال مطلقاً، ولديهم إمكانية، نحن لدينا طاقة إنتاجية كبيرة نستطيع أن نستغلها، والمهم أن يكون هناك قرار حكومي واضح في هذا المجال. نعم، أريد أن أسألك، إذن هناك التضخم وما ينتج عنه بغلاء وارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار البنزين خلال هذا الأسبوع كما هو متوقع، هل نحن أمام ارتفاع أسعار بشكل كبير وبقاء المعدل أو الرواتب كما هي من الحد الأدنى أنا أتحدث؟ هذه مشكلة، المشكلة الأساسية أولا، يعني إذا ما تحدثنا عن المجتمع العربي، المجتمع العربي لا يحظى بحصة أيا كانت يعني تذكر في الأمور التي كان فيها ارتفاع في الأجور في السنتين الأخيرتين، نعم. كان موضوع الهايتك بشكل خاص ومواضيع أخرى، ولذلك هو معتمد اعتماد أساسي على مجالات العمل التي لم يكن فيها ارتفاع في الأجور، إن كان البنية التحتية والبناء والإسكان والسياحة. العام المقبل سيستمر في هذا الارتفاع؟ بنعم أو لا؟ أريد أن للأسف أن الحكومة من خلال بنك إسرائيل تحاول محاربة رفع الأسعار فقط من خلال الفائدة، ولكن هذا لن يجدي في المدى القصير ولن يكون له فاعلية في منع رفع الأسعار، بل بالعكس يعني يمكن أن يكون له مساهمة سلبية. المشكلة أن من لديه قروض إسكان سوف يدفع أكثر بكثير وسوف يدفع أيضا ثمن غلاء الأسعار. أتركك أن تشرب كأس الماء. الخبير الاقتصادي دكتور وائل كريم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والقراءة للمشهد الاقتصادي.